أينما تولي وجهك ترى الدمار في حي الطم الواقع جنوبي غربي مدينة حلب، والذي عرف ببساطة ساكنيه وفقرهم. هذه المنازل المدمرة التي لا زالت تحمل ذكريات ساكنيها المهجرين قسراً بسبب القصف الهمجي الذي صبه جنود المقاومة والممانعة على المدنيين العزل. لعنا بوري مي، لعنا تلفزيون، لعنا كهرباء، لعنا عمود، لعنا حيط. يعني أنا ساكن بحوش، هلا بفوت من حوشي لآخر حورم، خراقات، قذائف، كلها مدمرة بالكامل. تفضل ورجيني باب حوش، كله دمار وما في لا حطب ولا عم جيبوا. يذكر لنا أحد السكان بأن حيهم كان مهمشا قبل الثورة وازداد تهميشا ومعاناة مع الحرب، وذلك لقرب موقعه من جبهتي الراموسة والشيخ سعيد. فصل الشتاء ببرده القارس لم يشفع لهؤلاء الأطفال، فالأهالي هنا يفتقدون لمعظم مقومات الحياة من كهرباء ومياه وتعليم وتدفئة وغذاء، مع غياب تام للمنظمات الخيرية عن الحي. لا توزيع السوى، مازوت ما في، صوبات ما عطونا، حيطين تنكات نشغلن نجمرن، هلا جمرت ودخلت لابني، عندي ولد معاق ما في. اعذرونا فليس لدينا ما نقدمه لكم، هذا ما قاله لنا أبو عمر الوالد لثلاثة أطفال والذي يعاني من ضعف حاد بالرؤية ما أجبره على ترك عمله، وضع فاقم من معاناة الزوجة التي تحتاج رعايتها الصحية لتكاليف غير متوفرة بعد أن فقدت ساقها وتضررت الأخرى جراء حادث سير منذ عدة شهور. إصابت زوجتي حادث سيارة كرر قضاء وقدر، اللهم صل على سيدنا محمد. أجر اليسار بس راحت، وأجر اليمين سياخ. عيوني أنا بعيد لعنك، يعني بلا نظارات شارع عام ما بحسن بمشي، بالنظارات يعني 99%، لأني معي 15-16 درجة انحراف مع ضعف. صعوبة الواقع ومرارته لا تزيد سكان هذا الحي إلا صبراً، ورغم تردي الوضع المعيشي في حي الطم إلا أن الكثير من سكانه ما زالوا متمسكين بأرضهم ويرفضون النزوح بانتظار أن يصل صوتهم لمن يعنيه الأمر. براميل وركام وأوضاع مأساوية وصل إليها من تبقى من أهالي حي الطم، ومع دخول فصل الشتاء والبرد القارس ازدادت معاناة هذه العائلات التي بات وضعها يوصف بالكارثي. باسل أبو حمزة لأخبار حلب اليوم، حلب.